حصل وانت نايم. خليني اقول لك سريعا جدا حصل ايه. وزاره الصحه والسكان اعلنت امبارح عدد اصابات كورونا 523 حاله اصابه جديده بفيروس كورونا، عدد الوفيات 23 وعدد المتعافين اللي خرجوا من المستشفيات 318. محافظه القاهره والجيزه قرروا زي ما احنا عارفين تعطيل الدراسه النهارده في جميع المدارس الحكوميه والخاصه والمعاهد الازهريه بسبب سوء الاحوال الجويه. وزيره الصحه والسكان اعلنت اطلاق 67 قافله طبيه مجانا من امبارح ولحد نهايه السنه ان شاء الله في جميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. وزارة التربية والتعليم أتاحت لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقديم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسي من خلال موقع الوزارة الرسمي. وزير التربية والتعليم أعلن إتاحة رقم واتساب خاص بالنصيحة الفنية الخاصة بالامتحانات، نصائح عموما بالامتحان التدريبي، ورقم الواتساب هو 011-489-7016 011-489-7016. ده خاص بالنصائح الفنية للامتحان التدريبي لأولى ثانوي. كمان في خط ساخن اللي هو 19-368. نفت الحكومة الخبر اللي تردد عن تصفية شركة إدفينا للصناعات الغذائية لصالح مستثمر أجنبي. مصر قدمت شحنة ثالثة من أدوية علاج فيروس كورونا لوزارة الصحة اللبنانية في إطار حرص مصر على دعم لبنان والمساندة. وزير الأوقاف أعلن عقد مؤتمر دولي في شهر مارس اللي جاي عن حوار الأديان والحضارات والثقافات، ويستضيف المؤتمر شخصيات من مختلف الديانات والفئات للوصول للهدف المنشود. شركة المترو جددت الدعوة للركاب لاستخدام الكارت الذكي المشحون بتذاكر نقدية والمعروف باسم محفظة التذاكر النقدية بدلا من التذاكر الورقية. خليكم لسه معانا مكملين صباحكم وطرحك على راديو 90 الساعة الثانية. احنا عندنا حاجة مش الأغاني اللي هنسمعها قد ما عندنا حاجة هنتكلم فيها وهنعرف وقتها ليه يعني اللي هيحصل ده هيحصل في الساعة التالية.